بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب وإذ فرقنا بكم
وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم.